اقتصاد المعرفة يعتمد في الأساس على الابتكار والإبداع البشري المليء بالأفكار، أفكار تجسد ميدانياً من خلال مؤسسات ناشئة ومشاريع ابتكارية يحملها الشباب الجزائري اليوم. أقل من عام تحصلنا على 20 وسم فضل سيد وزيري، دائماً كان مرافقنا مالقري المنطقة تاعنا جهة داخلية، ولكن الحمد لله ثبتنا بلي كان شباب في الجزائر نقدر نعولوا عليهم وعندهم مشاريع تقدر ترفع الاقتصاد الوطني. شو أكد فيه بس أكد على زوج دو سيغمون برنسيب، يعني زوج مجالات أساسيين، السياحة والمناجم. شوف السياحة التاريخية بالنسبة لتبسة راهي مستعملة من طرف دول واحدة أخرى. الشباب تاعنا لازم يروح للتكوين في مجال السياحة، في الإرشاد الإرشاد السياحي، وكذلك الجانب المنجمي بالنسبة لتبسة لأنها منطقة منجمية. إحنا نوفروا الآلات الصناعية وطبيعة التي الأبعاد نصنعوها محليا. هذو الآلات اللي كنا نستوردوهم نولوا نصنعوهم محليا. وقتاش تبداو تصنعوهم إن شاء الله؟ نصنعوهم إن شاء الله، بقات لنا الدفعة الأخيرة، نحن في انتظار التمويل باش ننطلقوا من طرف لاسف. من طرف لاسف عندنا هذه الدفعة لاكريسيون دوتغ. الله يبارك ما شاء الله. الدفعة هذه باش ندخلوا للتيرا ونبداو نخرجوا المواد نتاعنا للسوق، يعني لحد الآن مازال ما خرجناش للسوق، وإن شاء الله راح تكون نتيجة أفضل من اللي راكم تشوفوا فيها. ونعود نستغناو على الامبورطاسيون الاستيراد. احتكاك مباشر كان فرصة لرفع الانشغالات وإيجاد الحلول بما يخدم الاقتصاد ضمانا لتنوعه. ان اوبستاكل خفيف برك سي كو il faut bien réviser le usmo la loi du marché public parce que عندنا des assureurs publics هم حابين يخدموا معنا اللي راهم vraiment intéressés mais malheureusement la passation تاع le marché de gré à gré c'est pas possible. لا شوف نعاود نولي برك لغري ا غري باش يعني ناكد على حاجه. لو غري ا غري هو عدو الشفافيه. لو غري ا غري يعني مدى بينا حنايا كجزائر جديده نتفاداو هذا التراضي، لأنه التراضي يقتل أولاً الشفافية، يقتل المنافسة. المؤتمر السنوي للمؤسسات الناشئة كشف عن تدابير وإجراءات جديدة ترتقي بهذا القطاع حسب تطلعات رواده. ستأخذ الدولة على عاتقها كل مصاريف الخاصة بملك الفكرية لصالح أصحاب المشاريع المبتكرة وشركات الناشئة. الهدف أيضا من المؤتمر كان أيضا إطلاق آلية جديدة لدعم أصحاب المشاريع المبتكرة لتمكنهم من الحصول على التمويل لإنشاء الشركات، لتمكنهم أيضا من حصول التمويل للاحتضان الانكوباسيون. اتفاقات شراكة وتعاون ميزت هذه الطبعة، والتي عرفت كذلك إطلاق مسابقة وطنية لتصميم أول أرضية رقمية لاستقبال الشكاوى توضع تحت تصرف وسيط الجمهورية.